خلينا الاول نطمئن على صحه فناننا الكبير القدير الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره اللي بيرقد في العنايه المركزه الان، ومعانا الموسيقار الدكتور احمد عبد الرحمن ابو زهره نجل الفنان الكبير فنان ابن الفنان. اهلا بك يا دكتور احمد، منورنا. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. يا ريت نطمئن على صحه السيد الوالد وقلوب المصريين كلها تخفق بحبه يعني. ربنا يخليك. هو الحقيقه اول امبارح كان اضطرينا ننقله للمره الرابعه تقريبا في خلال الشهرين اللي فاتوا للعنايه المركزه، بعد ما بيخرج ويدخل المستشفى زي ما قلت 4 مرات تقريبا، واتنقل المره دي بسبب ان طبعا في البيت احنا حاولنا كنا نهيئ له كل وسائل الرعايه والاهتمام الطبي حتى من جوه البيت، بس للاسف لما حرارته ارتفعت والاكسجين عنده نزل لدرجه معينه ما كانش ينفع نكمل في البيت، فكان لازم يكون المستشفى زي ما قلت للمره الرابعه. فكان ده طبعا وضع صعب عليه انه يفضل بيتنقل كل شويه ويروح ويجي نفسيا ومعنويا وكل حاجه. هو دي مشاكل رئويه بس ولا هناك مشاكل اخرى؟ لا، هي بدات طبعا بمشاكل، يعني بالمشكله الاساسيه او الاولى اللي بدات وكل اللي بعد كده ده مضاعفات ليها، هو كان موضوع كسر الحوض او مفصل الحوض اليمين. والحقيقه ان هو في نفس التوقيت ده السنه اللي فاتت كان وقع وكسر المفصل، يعني جاله شرخ في مفصل الحوض الشمال. وعمل فيه مسامير وعدت بسلام الحمد لله. تقريبا بقى بعد سنة من المفصل ده حصل انه وقع تاني وحصل بقى كسر كامل في شبه كامل، فاضطروا حتى يغيروا المفصل الحوض كامل. العلاج يا فندم في مستشفيات حكومية ولا مستشفيات خاصة؟ هو احنا كنا نقلناه اول ما وقع وحصل له بقى يعني غياب عن الوعي وكده، كان في مستشفى خاصة في العجوزة في العجوزة، وبعد كده للأسف كان حصل له بعض التداعيات وبعدين نقلناه بعد كده على مستشفى الجلاء العسكري برضه، يعني كعلاج المدنيين يعني. هو يعتبر خاص برضه. وهل العلاج على نفقة الأسرة ولا على نفقة الدولة؟ لا، هو المواضيع شوية ما يعني لا، هو لحد دلوقتي كان في بعض المساهمات من نقابة الممثلين، ولكن غير كده لا، على نفقتنا لحد دلوقتي. لكن الأسرة لم يعرض عليها علاجا على نفقة الدولة من قبل وزارة الثقافة أو من قبل نقابة الممثلين؟ لا، علاج يعني كامل لا. لا، والأسرة يعني ترحب بالعلاج على نفقة الدولة؟ والله احنا في البداية طبعا ما كانش في مشكلة، لكن المواضيع لما يمكن طالت جدا فربما، بس يعني هو موضوع مش مسألة اكتر منها مسألة الاهتمام وتقدير معنوي له. بالنسبة لنا مهم. يعني العلاج على نفقة الدولة زي ما يعمل تغطية مادية للتكاليف، وايضا كأن الدولة يعني بتوصل رسالة للأستاذ عبد الرحمن إلى احترامها وتقديرها لفنه ولتاريخه يعني. إلى حد كبير يعني إحنا شايفين إن ده هيبقى انعكس بشكل إيجابي عليه جدا. بإذن الله. عموما هنطمئن معا بإذن الله على تطوراته الصحية، وربنا يقومه بالسلامة ويكون بينكم كما هو دائما يعني منيرا ومشرقا كده ومشعا بالثقافة وبالرؤى وأفتكر أنا موقفك الشهير معاه في قصر محمد علي في أثناء موسيقى وعزف جميل يعني. ولكن عموما أنت محمل بذكريات هائلة مع الوالد، أتمنى أن تتبادلها معا يعني في الليالي الدافئة القادمة بإذن الله. أشكرك جدا دكتور أحمد، أشكركم وإلى فاصل.